السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جيتكم بموضوع اختبار آخر خاص بسنوات الأولى متوسط، اختبار الفصل الأول. نقرأ النص ونشرحه مع بعض ونروحوا للتمارين. Hello, I am أحمد. مرحبا أنا أحمد. I am 11 years old. في عمري 11 سنة. I am from جيجل. أنا من مدينة جيجل ألجيريا، اللي جاية في الجزائر. نديرو فاصلة ونكتبو ألجيريا. I am a pupil. أنا تلميذ. At middle school. أنا تلميذ في المتوسط. There are six people. هناك ستة ناس. In my family. في عائلتي. My father. أبي. Is a dustman. Dustman هو اللي نظف شوارع. Is dustman. And my mother is a nurse. وأمي ممرضة. I have one brother. عندي أخ واحد. شريف. He is a teacher. هو معلم. I also have. وأيضا لدي two sisters. زوج خيات. They go to school like me. هما يروحوا للمدرسة كما أنا، ماشي خدامين، خوه أستاذ وخياته يقراوا في المدرسة. I love my family. نحب العائلة تاعي. And I love my country. ونحب البلد تاعي. أوكي؟ نروحوا للسؤال الأول واش يقولنا. I complete about أحمد. راني رايح نكمل التيبل هذا على أحمد. وشنو هي السيتي تاعو، المدينة اللي يسكن فيها. Father's job، الجوب المهنة تاع باباه. Mother's job، المهنة تاع يماه. Brother's job، المهنة تاع خوه. Brother's job، المهنة تاع باباه. هذه الأبوستروفي قدامها الأس، نترجموها نقولو تاع ملكو. الجوب المهنة تاع خوه، المهنة تاع يمه. أوكي، روحوا نرجعوا للنص ونشوفوا. Hello, I am أحمد. I am 11 years old. I am from جيجل. City، المدينة هي نكتبو directly جيجل. أوكي، المدينة تاعو خلاص قلنا يسكن في جيجل. روحوا نشوفوا على المهنة تاع الأب، المهنة تاع الأم، والمهنة تاع الأخ. There are six people in my family. كاين العائلة تاعي تكون من ست أشخاص. My father is dustman. المهنة تاع بابا هي dustman. Dustman. Okay. My mother is a nurse. نقدروا نديروا هكذا. nurse. Okay. وخوه وش يخدم؟ I have one brother. شريف. He is a teacher. المهنة تاعو هو معلم. A teacher. نكتبو هنا. A teacher. روحوا نشوفوا التمرين الثاني تاعنا وش يقول. I write the numbers. نكتب الأرقام. هو طاهم لك بالرقم وتكتبهم بالحروف. هذا رقم واحد، هذا رقم اثنين، رقم ستة، ورقم 11. اوكي، روحوا نكتبوهم مع بعض. الرقم واحد كيفاش نكتبوه؟ فيه ثلاث حروف اللي هي 1. الرقم اثنين 2، تي دبليو او، فيه ثلاث حروف، فيه ثلاث حروف، من ستة فيها ثلاث حروف اللي هي نقراوها 6، اس اي اكس. 11، 11 شوية طويل، اي ال 11. اوكي، هادو هما الارقام تاعنا. اوكي، تفهمنا. عندنا 1 او ان اي تي 2 تي او تي دبليو او 6 اس اي اكس 11 اي ال اي سنتش صحح اي
L-E-V-N. 11 E-L-E-V-N. هادو هما كيفاش نكتبوها. نروحو للتمرين نمبر 3. السؤال واش يقول؟ I match the picture with the job. نربط الصورة مع المهنة. اوكي راكم تشوفوا هذا وشنو؟ راكم تشوفوا هذا وشنو؟ هذا وشنو؟ هذا وشنو؟ هذا سباخ، هذا نظاف، هذا الميكانيكي، وهذا أستاذ. عندنا داستمان، عندنا تيتشر، عندنا ميكانيك، وعندنا بينتر. قال لك اي ماتش يعني راني رايح نربط. داست مان واش معناتها؟ مع من نديروها؟ داست مان، داست مان ديروها مع النظاف. اوكي داست مان مع النظاف، داست مان معنا تيتشر، تيتشر تيتشر معناتها معلم استاذ، نديروه هنا نربطوه مع هذا. ميكانيك، ميكانيكي باينه، ميكانيكي، ميكانيكي مع هذه. اوكي بينتر، بينتر معناتها الرسام مع هذه. اوكي انا مانيش راسمه، نكتبهم لكم غير بالعربيه واش معناتها. داستمان معناتها نظاف، تيتشر استاذ ولا معلم، ميكانيك ميكانيكي، بينتر رسام. انتوما قال لك ارصه، قال لك اربط، اربطهم. اوكي روحوا للتمرين اللي بعد. قال لك I write the capital letters. وش معناتها capital letters؟ هاو كاتبهم لك يعني حروف كبيرة. اوكي يعني الماجيسكول. and punctuation marks. وشنو هما البونكتويشن ماركس؟ بونكتويشن ماركس هما ادوات ولا ادوات للوقف. عندنا عندك تستعمل نقطة، علامة استفهام، وعلامة تعجب. فول ستوب، كويستشن مارك، اكسكلاميشن مارك. اوكي عندنا الجملة تاعنا الأولى، نبداو بالكابيتال ليترز. I am زكريا، I live in city. أول شيء لازم أول حرف في الجملة يكتب كابيتال ليتر، يعني هذه I أنا نكتبوها كابيتال ليتر. عندي هذه رجعها like this I. اوكي I am زكريا، زكريا اسم إنسان، وقلت لكم أنا يا من قبل وقال لكم الأستاذ teacher at school يقول لك لازم اسم طفلة ولا اسم طفل، المهم يكون اسم إنسان نديرو الحرف الأول capital letter. هنا عندنا زكريا نديرو capital letter. أوكي okay. I live in city. كلمة I، I هي عبارة عن أنا، أنا هذه كيما تجي في الجملة، تجي في البداية في الوسط لازم تكون capital letter. اوكي لازم نديروها capital letter، نصحوها هنايا I تولي like this like this. اوكي I live in city. city هي مدينة ولازم المدينة دايما نديروها capital letter. اوكي الاس capital letter. اوكي روحوا للجملة الثانية وراهي هاي لك. قلنا أول حرف في بداية الجملة يديروه capital letter، هذه إجبارية معنتها N. nice nice to meet you زكريا. وين نزيد نديرو capital letter؟ في زكريا. أوكي كملنا مع الكابيتال letters، نروحو نحطو ال punctuation marks النقطة والفاصلة وعلامة الاستفهام وعلامة التعجب. I am زكريا موراها دايما نقطة. I am زكريا، I live in city. last nice to meet you زكريا نقطة. اوكي نقدرو هنايا اللي يدير فاصلة ثاني صحيحة، ثاني صحيح. I am زكريا فاصلة I live in city. اوكي هذا هو التصحيح، نقطة صحيحة وفاصلة صحيحة. Is it clear؟ روحوا للسؤال اللي بعد. هنا واش قال لك؟ I write the months.
عطالك هنا ارقام بصح ما قالكش اكتب لي الارقام، اكتب لي مانس. وشنو هما المانس؟ هما الاشهر. I write the months of the year according to the number, their number. كل واحد يكتب لنا هنا قالك اكتب لي الاشهر على عدد الرقم تاعهم. الرقم رقم 3 وشنو هو؟ جانفي فيفري مارس. اوكي رقم 5 وشنو هو؟ جانفي فيفري مارس ابريل ماي. 10 وشنو هو؟ اكتوبر. وشنو روحوا نكتبهم كيفاش يكتبوا بلونجلي؟ هنا كتب لك جا يعني هنا رقم واحد، انسى باش يكتب لك رقم واحد. اوكي رقم واحد وشنو هو؟ او عاونك جا ن يو، ها هي يو نكتبها يو اري جانيوري. اوكي رقم ثلاثة هو شهر مارس، ما نقراوه مارتش. اوكي 5 هو ماي نكتبه عادي ماي. اوكي 10 اكتوبر هو اوكتوبر. اوكي لازم تحفظهم الاشهر كيفاش ينكتبوا، لازم ينحفظوا. روحوا ل تاسك نمبر 5. اي فيل ان ذا جابس، راني راح نملا الفراغات بواش؟ ب ولا ان ولا ذ؟ ديجا قريتوهم هادو ادوات التعريف وادوات التنكير. اوكي او والان نستعملوها غير للمفرد فقط، للمفرد فقط، وذ نستعملوها للمفرد وللجمع. از ات كلير؟ نبداو مع بعض ونشوفوا وقتاش نحطوا او وحداش نحطوا ان. شوفوا نشرح لكم دركا باش نكملوا. او وان هي كي نكون الحاجه ما نعرفهاش نقولوا انا، يقولوا محمد اقرا كتاب، كتاب نتا ماكش عارفو شنو هو الكتاب. اوكي ديروا او ولا ان. لو كان نقولوا محمد اقرا كتاب الرياضيات تاع سنه اولى متوسط، انت كتعرف الكتاب. اوكي ديروا ذ. نشوفوا الجمله تاعنا واش نحطوا او ان ولا ذ. نبداو. حمزه فارمر، تعرف انت حمزه؟ تعرفوا قالك حمزه هو فلاح ومهدي هو الكتريسيان. اوكي حمزة has، حمزة عنده dog، ومهدي عنده قط cat. مهدي has cat. dog is brown، الكلب هو brown قهوي. بعد and is is black and white. هنا نورمالمون يزيدو كات. اوكي كات بلاك اند وايت. نروحو نشوفو وقتاش نحطو او و ان و ذ. حمزة is a farmer، حمزة ما نعرفوش درت او. قولي ميس مسا على ما درتيش ان؟ درت او على خاطر الحرف الاول راهو consonant ما يمشيش مع ان. ان تمشي مع الحروف التاليه، اولتها يكون الكلمه مفرد ما فيهاش اس وتبدا بواش؟ تبدا باي ولا اي ولا اي ولا او ولا يو. انا تاعي تبدا بوحده من هادو باش درت ان. لا لا تبدا بالاف ندير او. حمزه از ا فارمر، لو كان كانت كاينه اس نديرو ذ. اوكي اند مهدي از، شوفوا باش تبدا هذه، تبدا حمزه ثاني ما نعرفوش، مهدي ثاني ما نعرفوش، بصح بدات بالاي واي راهي هنا. واش لازم نحطو؟ نحطو ان. is an electrician. اوكي حمزه has dog، هنا الدوغ ثاني حمزه مازال ما نعرفوش الكلب تاع حمزه، مازال ما هدرناش كاع عليه. اوكي واش عندنا هنا؟ نحطو ا ولا ان باش تبدا؟ تبدا بوحده من هادو؟ لا يعني نحطو أ. حمزة has a dog and مهدي has see a cat. اوكي dog is brown، هنا واش من الكلب انا نهضرو عليه؟ انا نهضرو على الكلب تاع من؟ تاع حمزة. دوكا رانا نعرفو واش من الكلب انا نهضرو عليه. كي نكون حاجة نعرفها نقول ذ، غير تشوفوها تعاودت هذيك الحاجة دير ذ، تكون هكا في الجملات عاودت دير ذا، كان ذكرها أول مرة دير أ ولا أن. The dog is brown and هنا نورمالمون كات كاينة،
هنا الكات الثاني راني نعرفه ديجا تاع من الكات، الكات تاع مهدي نديرو ذ، and the cat is black and white. اوكي نروح نشوفوا الوضعيه الادماجيه. الوضعيه تاعنا واش تقول؟ I use the information and write about دانيا. راح نستعملوا المعلومات دوك نوريها لكم باش نكتبوا على دانيا. شوفوا كيفاش بدات الفقره تاعنا. Hello, my name is دانيا. هذه طاها لك من عنده، يعني اللي بقى نكملوه. نرجعوا واش عندنا معلومات. عندنا name دانيا، age العمر 12 سنة 12 years old، city ورقلة، country Algeria، job تاعها pupil at Bimbadis middle school، mother's job teacher، father's job architect، sister's job دكتور. نشوفوا كيفاش نكتبوا الفقره تاعنا. طولنا الجمله الاولى اللي هي هالو ماي نيم از دينا، ندير فول ستوب ونبدا المعلومه الاولى. راح نقولوا الايج تاعها كيفاش نكتبوا. دوكا هي راهي تهدر، قالت لكم هالو ماي نيم از دانيا، دوكا حتقول لكم في عمري 12 سنه. تقول نستعملوا الفعل ام، اي ام 12 years old نقطة. بعد قالك سيتي، واش قلنا؟ قلنا مع السيتي نستعملوا الفعل I live in، نستعملوا live in. أنا live أعيش in في ورقلة، ورق لا زيد فاصلة وكتب country Algeria. Algeria تحب تكتب جملة أخرى دير I am from Algeria. أوكي انت اكتب I am from Algeria من الأحسن. أوكي هذه ما تديرهاش واكتب I am from Algeria نقطة. روحوا نشوفوا pupil at Bimbadis middle school وش تقول؟ تقول I am، تقول I am a pupil. I am pupil at Bimbadis middle school. هنا ثاني تستعمل I am، أنا تلميذة في مدرسة في متوسطة Bimbadis. at ما تنساوهاش، at قبل اسم المؤسسة. روحوا mother's job، روح ديريكت واش تقول؟ my mother is، امي my mother، mother دي تقول نستعملوا الفعل is مع الجوب، دائما نستعملوا الفعل is كي نكونوا نهضروا على الناس. my mother is a، a my mother is a teacher. وباباها وشنو؟ architect. نديرو and عادة الربط و and my father، نستعملو ثاني is. هنا عندنا architect، شوف is architect. هنا مع teacher بدات بالتي درنا أ، وهذه بدات ب الآي نديرو is an architect، is an architect نديرو نقطة. نبدأ على الجوب تاع my sister، my sister is a doctor، my sister do
after. الفعل تاعنا is. قدام المهنة ينديرو ان ينديرو a. هنا تبدأ بالدي يعني نقولو a. My sister is a teacher. هذه هي الفقرة تاعنا. استعملنا المعلومات اللي طاوهنا فقط. نبدأ. Hello, my name is Dania. I am 12 years old. I live in Wergla. I am from Algeria. I am a pupil at Binbedis Middle School. My mother is a teacher and my father is a doctor. نقطة. My sister is a doctor. وتحب تكملها تزيد I love my family so much. I love my family so much. خلاص هذه هي الفقرة تاعك. اللي عجبكم الفيديو كالعادة ما تنساوش ديروا جيم، تخلوا لي كومنتار. اللي جاوا جدد مرحبا بكم، واشتركوا ديروا ابوني في القناة، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو باش تعمل فائدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.